بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بندر مصيبة دنت الوقود جاء الحق وزهق الباطل، وإن الباطل كان زهوقا. سلم جوره سلم فهمي جوره جوره فلتك إن داغ المسجد تواتف سلم والتنام من بسم ما يوتر ميدا ون يوتر كتاب التوحيد ون الشرح مؤلم بيتي هذا القول المفيد إذن جغنو بن دمر سبويتتي كتاب التوحيد ون يوتر باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره إن الدين آية جغندهن تفسير آية جده هذا جلد جوتو دين جند من عند كو حديث بو ادي ادم غركم محمد بن عبد الوهاب كني من فوائد جدي وفهم دليل لا جدي ادي حديثه ويكو وروى الطبراني بإسناده انه في زمن انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المسلمين ولا يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. حديثه هذا من أرض تفصيل حديثه جاء الحديث قالوا بيكم إمام الطبراني يؤدي حديثه على سند ممكن واندلات نوم إن زمن الله صلى الله عليه وسلم ورنر النافقة goto e wato ajul be men feemi yoni nafigo tampini jul be ne fe be bi jul be baddi ngimmo de ngare je hanto ne laado paabno den dum e be law faabo men boni o do nafiki de be ngare ne la sallallahu alaihi wa sallam inna la yastaghathu bi min faabno rtake ko alla faabno rte dum addi do hadisa ma ngar tafasilu gondi hen bi idnillahi ta'ala to sharhatu ابن ثامن رحمه الله قوله كونغول رابي او ولا كونغول مؤلف محمد بن عبد الوهاب وي روى الطبراني باسناده ويدم باسناده يشير في ارتقاء الجوف الى ان هذا الاسناد وان دور السند ليس على شرط صحيح ولا شرط صحيح وان دفت شلو ديتو اي المتفق عليه وانا شرطه ان هوران شلو قل بين الناس اكون يوم الحديث بعده بل هو إسناده الخاص نمك إسناد مكو كانكو طبرانيتا وعليه فواد دون فيجب أن يراجع هذا الإسناد ودن ودي إسناد ونيتي سناد ونيتي ها أندكوون فليس كل إسناد محدث قد تمت فيه شروط القبول سبونا سند محدث ففتا بإن تم شرطيه والمحدثين إن جوجي سندوج تواتيماني شرطيه جدنا قبول جدنا مقبول وذكر الهيثمي شرنا البيت الهيثمي جوجي دفتر مجمع الزواعد وبي إن رجاله رجال الصحيح وان رجال أول سنة الفف ورجال صحيح غير ابن لهيئة سونا بيت ابن لهيئة وهو حسن الحديث ابن لهيئة حكو حسن الحديث جنون كنون رجال ابن لهيئة كرن السنة التوان ابن لهيئة رومن أردن سنة أتشير والحديث أتشير لماذا؟ وبيكو وابن لهيئة خلط سبو ابن لهيئة ودي تخليط خلط في آخر أمور الاحتلال كتب سبو سكر نقول نمكو وجيبي مسيرة ونجيب ونا هكي لما كجيبي دالة كو ندين كا جيبي سبو دفت ما كشم واتي حال دي هور ما كتن واتي جيب دي حالا كان هدسادين دي قاكو هنو غوري قاكينو فيه من السنة ستوام ابن لهيئة ننهنتن إن يوتي سابو دفتو مكو چوم سكت نقورنا مكو نوان ولم يذكر المؤلف الصحابي مؤلف حالا هو الصحابي انكي قندوان اويكو تو شرحو تو قول صحابي انكي بيدو سابو ببنگاري انجينتو نلار بابنو جندو وحالا اند مكو قندوان تو شرحو تو شرحو كتاب التوحيد أيوة كريم بك عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كان يوين جل بنغارين جانتون إلى الرباب نويدن قوله يكون قول مكو كان قرابي وفي زمن النبي
وقت النبي صلى الله عليه وسلم أي في ارتك أهده كزمن النار تنبيته. وكان الكافر أولا يؤذن كفره كيد فف إذن إسلام دي أرنو إذن دي وهو كافر جول منو إسلام دي أن اللي على دول سام إسلام على دول كافر تنو دي جول كافر أقول هل تفينين دي كافر أقلمه نمون يؤذن كفره ولا يبالي جنة. ولما قوي المسلمون بعد غزوة بدر لجول بكي بسمة تنشغل ولد بدر خاف الكفار هيفر بكل فصاروا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر هدي يبتهول دي رواري التنفين إسلام تاون دير وكيف راقل ونتنو منافق قوله منافق نوي أندر أثر ومنافق المنافق يتمنافق الذين هو الذي كؤون ونهم يظهر من فينينا الإسلام الدين ويبطن الكفر كنت وصولك كيف هذا من قبيت زنديق فقه أم يدم زنديق. وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر لم فيني إسلام كشغل ولد بدر هنهم دين إسلام انتهي بدولة انت بمبت هولد جول ببه. ولم يسمى المنافق في هذا الحديث نافق وإنك هلك هوليون بميتك نافق. فيحتمل ان وايوند انه عبد الله بن ابي ينسب ان وايوند عبد الله بن ابي لانه سبب عبد الله وادم مشهور ولد بايذاء المسلمين تؤد جول به. ويحتمل غيره ان وايوند تنا مكه. واعلم ان اذيه المنافقين للمسلمين ان وند نافقي دي بتور لي رانو جول به ولا كو بتور لي رانو جول به كو ليست بالضرب والقتل ونافيد ولا ورد اون ساله لأنهم يتظاهرون بمحبة علم المسلمين سبب كم بينين تكو بجول بينين تكو بجول جول بي. ولكن بالقول كونو كونغودي مبادية كونغودي مسلم بشكت والتعرض كما سنعو في قصة الإفكي هنو نجير دا حادثة دو إفكي تندر سيرة توني وكونا ندي دي أجير كو دم دي بتور لير جول بي دم دي مأ بي جو هنو حالاج مسلم. نعم يكون هاجون قوله يكون قول مكوين فقال بعضهم يوجا ما بفيرت كم سبب أي بعض الصحابة إن كان يريد أن أري شرها وانتون وانك أبعد المسامت بينهم قوله نستغيث في تقوم بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق كن قول نستغيث نقول له أين فيرتك نطلب الغوث إن دبوا ينفابوا وهو إزالة الشدة من فابك إتكو إتتشادي له من فاب قوله كنقول مكو من هذا المنافق إما بزجره ما وني بل نلاد نقفهم وأتشوك وعلى لكم كنافقهم أو تعزيري ولا نلاد نهم ولا متعزير أو بما يناسب المقام ولك يديهم فكلك وفوتي وعليه فوتان. وفي الحديث إيجاز حذف إن حديث إيجاز حذف دل عليه السياق ذاك نود ممتد كنغندو دا سياق حالو تندن نكون كم بير حذف ما يعلم جائز وحذف ما يعلم جائز من سبون كم ممتد سبون دي ويند قال بعض مقوم بنا إلى قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق ورينه انه لا يستغاث بي فقال النبي سبها لن وكنا نفرتك اي فقاموا بنجم الى رسول الله من جهه نلاله فقالوا بنبي يا رسول الله انا نستغيث بك من غيرك فابنا دم ان بل دند امين من هذا المنافق او دون نافق نون هذا كنونكم ممتكوف قيل قوموا فقاموا الى رسول الله يتلو قوله إنه لا يستغاث بي كن قلنا لا وندمين مفاب نرفاك ظاهر هذه الجملة النفي مطلقا كفين جملة ودو ونده كو ولي نرتاك يس مطلق ونفاب نرتاك يس ويلت كل مفامة ظاهر جملة أوه. ويحتمل أن المرغات به في هذه القصة المعينة إما دي احتمال توفانتين كو أودو قصة كيريد وفاب نرتاك لهم فعلى الأول سنجاري يسيد الوقت والنرتاك يسوي اللي والله فاب نرتاك يستا يكون في الاستغاثة ونريو تولي فاب نادن ومن باب سد الذراعي كو دمال تن أدو الذريع يكون دي كنت يتنو تكو مأجاني كو ذريع مميتا والتأدب في اللفظ كدي أنها دي به
يبتل الأفضوج كذي كان دي سابو وليس من باب الحكم بالعموم ولا يعود أي سبيل للسابون الأربون كوفا بتجاتي لأننا في الاستغاثة بالرسول ليس على إطلاق سبوري وتدفاب ولا فاب نراد نلادو على أي سبيل بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه سابون تاين لو إن داغو ولي نراد غوطو غامبونا نلا ساكن نلا هكيكو وايكم فاب نراد مكيكو وايكم. أما إذا قلنا تين إن بي إن النفي ديو تقول نقول كريو تاكو آي دورتي كو إلى القضية المعينة كو ينقول إيا سهيري نقول فاتي أو نافق التي استغاثوا بالنبي منها إيا سنقول من بلين يلا دو ممغو فإنه يكون على الحقيقة دو ود النفي وانا على الحقيقة على النفي الحقيقي أي لا يستغاث به في مثل هذه القضية فيرتي مفاب نتاكي كنان دي دو جده هنن قال له جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين سبو لقون ديري رنو اي نافق يجدي كنو لقون ديري رنو اي جول ببينيتا عليكم بالظواهر ولا يمكن حسب الحكم الظاهر للمنافقين ودنون يا جن تامبو سلن تامبو فواد نياور فين دي ونافق نياور تدومن فين دي مهنتن يا جنتم أن ينتقم من هذا المنافق ولم جك دعوة النافق انتقاما ظاهرا جك بانغون في أنغ بوال إذ سبوا أن المنافقين نافق يستترون بشك بسود تنام بين ينتق الدين وعلى هذا فواد يقول يسو فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله يقول يسو نلا رفاب نتاكي دن يوفابو يقول نافقي جالن ابن الله رمي متانا في جدي ابن بارك وارت ابن كونو جاب تاور دب لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه هناك نونو يان صلى الله عليه وسلم لكن نون لا يبين دعان يوم الله سبحانه وتعالى بباب نيوتون في مسألة ويدا من قال نود مسألة جيم الأولى مسألة جدا نوك أن أطفال الدعاء إلى الاستغاثة من أطفال عامي على الخاص وني لا أفد الدعاء وكيم إفاب نادك ولا أفد عام دو إيو خاص لاف دي هوني غندن هوب تي دين هوني هير تين سب دو عوين هوب تين فوف إن نور استغاث إن نور تنامو استغاث كان في يسو هيرين غوي دو عو دو عو بود هوب تي دين دين دوم كون أن داني دم غل عرب أسلوب دم غل عرب بير أطفال عمي على الخاص كم كون غل جيوم رأى سبحانه وتعالى سورة الحج نوينهم يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم ويه من نقول إركعوا نجي كوب وسجود شجع رتوي وعبد ربكم سب عبادة إن نان نفف إن نان ركوع إن نان سجود إن نان قد نفف وعبد كأطفال عامي على الخاص سب عبادة نان كو إن نو كو قد نفف كورا كويت عبادة دولا لفوناتي وعبد ربكم أه لكنون هذا أسلوب كو أسلوب جندا ده دمج العربية الثانية مسألة دي ما يدمن هيك تفسير قولهم تفسير كم الجملة دينا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفق ولا يضرك عند خطاب أو في هذه الآيات خطاب قال دنا الحجنا كون الله صلى الله عليه وسلم خاصة دليل منكو آية جديد دم به ولا تقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين جددهم ده جملة سبحان الله تعالى وأنا قيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين جنون سبي وي هنا فف حد نيدا أن جملة هو كنير تنيدا حد أن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتني لا تبعني شريعة سلة أبدا ما دام كما أصوم قل له مشرك تبعني شريعة ودي واحد الشرك قل له الشرك تاو وواو ودم قل له رجعت تبعني شريعة جابون قل أرق جابون قل هاجان الذي ويما أجيب نعم نيد وجاب وي أن الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك فاندار نيكو ندد بمن فعل ذلك فول بينهم بي ولا فولارين وي سماي بي بيا كور بكولتا يوغ فيما بكا تشتا وور بنك نم نو ساين لا دين دون حچني موم لك نون غدو يورينو دي غد سو غولل غولنگال يورينو دي سابو ني رام غاندا غولنگال سيلتا مون نتو بانغ شاريم وفي أمر حالك هو تنام مكو
sakano mu gandu da ina gol saka gollul ga ha pari ga dum woni inna al gharad huwa at tandid bi man fa'ala dhalika ka annahu yaqulu la tasluk hadha at tariq alladhi salaka ahli ad dalal وإن كان الرسول لا يمكن أن يقع منه ذلك شرعا. الثالثة مسألة تتبع دم لأن هذا هو الشرك الأكبر من شرك مولود يؤخذ يتتيك ويكون الجمرة دوين فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين مضافا تالا فإن قال تالا إن الشرك لظلم عظيم ظالمين إن قندي كبير مولد ظلم فهد كالشرك. الرابع مسألة يبقى أن أصلاح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين وندك بردهم بفوف موجود سو قول لي دوم جيتا كوي مشركين بردهم فوف موجود دوم جتا فاما كوي وكين ركال دنغال إنالار ما دام إنالار كوي بردهم فوف موجود وبيام سو قول لي دوم وجيتا كوي ظالمين يبرد بطوان جكيتي ونطوان يربي شركم اتكان كوبون بردهم بفوف موجود هاي ستاوي او وادر دوم هنون كو مجاملة هاي سو وادر دوم كو ويل نراد قعدو تن فوف حتى جوم ونطاكو مشرك سو جوم دوم مجاملة فور وادر ويل نراد قعدو لكن اندهن وان ارضاء لغيره سار من الظالمين حتى ولو فعلوا مجاملة لإنسان مشرك حتى بوان ركو كيفير او ونطاكو مشرك فدعا صاحب قبرين جوني ونودم بيتي لك ولي إرضاء لذلك المشرك سبؤون في بدو لليل دو لك ولي مود دي لك ولي ألا اللعب دي إنهم تهاجوج دي أو يدا أو يدي ندد أن تنفر قندي دي مكوهة تنها ويلتو سبقان كو في باني دوم هاي دوم دي فف دي نفتا فوق مجامل فإنه يكون فهتا بوان دي مشركا إذ لا تجوز بداغو تاك المحاباتو في دين الله محابات يو دي ويل غدو دين الله داكو تاكو دي داكو تاكو دي يو كويت رضا المخلوقين في معصيته فيما يسقط الخالق ولكن ندين من فرن غندم داكو تاكو. الخامسة مسألة جواب تفسير الآية التي بعد آية غند تغلمو هوني أدي وهي قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو yonno wadde sen gandi so latima ala baru hunchude lor sona alla wadde waddima rewede alla tan goto kan kuncho lor kanko pabutodo o dun fa idha kana la yakshifu ad-darra illa allah wajib an takuna al-ibadatu lahu wahdahu wal istighathatu bihi wahdahu. As-sadisatu masalan jiyaka boy damale ko kauni dhalika la yanfa fi ad-dunya ma kauni kufran ولنا دون نفتات الدنيا تكدكم كيف راجل مون نفتات الدنيا نتوار لا كره سبو كيف راجل سبو وين يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو سؤال لي ميم ني مشاديل ابن مشاديل كون ديوتا دون كو تفان جيدي جيدي تور سري دي واو ايتي تورلو ودنون فلم ينتفي من دعائي هذا ونفتراكي ندانغ مكو بيدو فخسر الدنيا بذلك وفرد برون وتناكت أدنغا والآخرة بكفر وفرد لاكر سبق دم كيف راجل كيف رو إذن غن دي جانج ملاكر. السابعة مسألة جيدي بوي دم عليك تفسير آية الثالثة وان تفسير آية تتبع آية وعدد وهي قوله تعالى ونكم الجملين فابتغوا عند الله الرزق وقول عند الله كحال من الرزق وعليه يكون ابتغاء رزق عند الله وحده وفرده كود الله دوتن ارسك ييرتي يرتاكي له هي غوتو سب تقديم ما حق التاخير يؤذن بالحصر. الثامنه مساله جنبو ان طلب الرزق وند دبد ارسك الا من الله فيرت ارسك دفوتا دبريد سونا الله ان تنياغيتي كما ان الجنه لا تطلب الا منه كما ان الجنه كده لا نياغيتي دن سونا الله إنه تأخذ وإن جت من قوله يكون الجنة فاعبدوه ديوين به واشكروا له إليه ترجعون سبب إن لأن العبادة كويت عبادة كي سبب لدخول الجنة يوين وعبدوه وقال شار إلى ذلك بقوله إليه ترجعون وتوم باتون. التاسعة مسألة جنب وتفسير الآية الرابعة والآية نيابهم
وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. إن قال يتفصل أجلي يتفصل أجلي. العاشرة مثل سبق أنه لا أضل ممن دعا غير الله، لكن عندي ندود مكون على برد مج كلمة جنود كلمة جلو دوليد ندود ندود كون على بوري مجد يعني ندعو هيرتنا نعو الله نعو تاونا أوي سام فرل بيدين عرتد أنا عند هيو الحادية عشرة تايكو مسألة بتو سبوي جوابو أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. هو من دعاء مغافل ونكو جدو يلتيني له. هو من دعاء مغافل ندت به ويرسني بقى ندانغ وندو به سكا بنجابه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة أن تلك الدعوة ولا أن تلك الدعوة أي دعوة وني خبر أن وني خبر إن أن تلك الدعوة سبب هدوم لبغض المدعو للداعي وعداوته له. قول ندانغو قول نعم قرت جوت. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لهدوم لبغض المدعو ودك سبب إن عندك يموني خبر أنه خبر إنه أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. لكن عندي نقول ندانغو نقول أنا سبب أنج ندادو أنج منددو هون نقول هكذا ما واني وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. نرجوني مسألة سبوي لدبو ولا سبوي تتبو الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو به. إن نرد نقول ندانو كود ريود ندادو يوم يتقوكم الجمرة ريو كانوا بعبادة كافة وإن ردنكو عبادة ندانو جمرة إن ردنكو عبادة كلهم ديوال ويو كانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة مثل سبوين يابوك كفر المدعو بتلك العبادة. معنى الكفر المدعو رده وني ردت ديما كان كون دار جانغو يوم القيامة ما فينو يدم من كفر وفينو يدم ريو بيم بو بيفو نود بيم بو بيفو فين يدم جانغ سابو جاري ويدي وانت من جمرة ربي وكانوا بعبادتهم كافرين. الخامسة عشرة مسألة سبوي جايبو هي سبب كونه أضل الناس وذلك الأمور تبعد ندك وانا الله كان يمبريم بفو مجد فبي كويد يدو جيد غوه كأنه يدو من دون الله ما لا يستجيب له ندو دم بنواتو تاكم بنوكو مجر يوني دون جد الدمير أن المدعوين غافلون أن المدعوين غافلون عن دعائهم ند تيب شكري راني ند دم بغاسك جابونا نتدم شكري راني دم بين داي تراني بني كان من الدو به جد التدبير أنه إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء سوي من جيم تنام جنغو بنود دنا بيشين ديمو ب بين قن تتأج بما بين كنجات بين كنجات كان الديوان نورك وانا الله كوريو تينوك وانا الله كوكو أنيون ديرو يتا كوريو نودومكو نجد النائب أنه كافر بعبادة من ديو تينوك فنت ديوار ريونا بدوم بيه فن دوم ها هدو جنو مسألة بتو سبوي جيه غمكو تفسير الآية الخامسة وان آية جيه وهي قولون كونغ الجمرة توبين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إن كالين تفسيره.
17 مسألة سبوي جيدي بوك الأمر العجيب والأمر العجيب ويكنك محمد بن عبد الوهاب في كاوني الأو أنك وين وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله وهاوني كم بيو بسن أوثان ينوثن جبه توروج كم كم بقير واندج ينوال تتانيوال رسوان الله وهو كما قال ابن تيمين وهو كما قال رحمه الله ويكون تيجن وير يكون وور وهذا موجود الآن ويدم بنود جوني سب فمن الناس إن يم بمن يسجد للأصنام من سجن توروج التي الذين صنعوا هذه ببيعون لني بأنفسهم بتعظيما مونين قل فإذا وقعوا في الشدة لسكنوا بناتي شديدة بناتي لور مقولي مضطرين دعوا الله مخلصين له الدين من الدعاء لقواته وكان عليهم أن يلجأوا للأصنام صاب كم بعد تورج دي كم بي بمج ودي سبنات شادي ابن ود تورج دي كم لو كانت عبادته حقا تايكم من دعوة تاريكو قوانك هدي ابن ود سب تنبي إلا سوانا أن من المشركين اليوم كون يوانا المشركين إن هنده من هو أشد الشرك من المشركين السابقين مغان دا شرك من بوري ساتو دين بوري مسلم دين بوري تيد دا شرك من و هاي هفرب إدنا به سابو فإذا وقوا في الشدة دعوا أولياءهم بيسوناتي شادر كاين دوغان تاكو ولياء بمهن كعلي كوين شيئا كو بنوغان علي والحسين بيان بنودت سبنداني شادر أبو جارين سبنداني شادر هنكي كو ألا تنودت نتا قد بيدو بيو بك جولو بنوان سبنداني شادر بيالي يا حسين يا كنان دي وإذا كان الأمر سهلا تيهون رتيدا جللت نبي ما دعوا الله بنود الله وإذا حلفوا حلفا هم فيه صادقون حلفوا بألي أو غيره من أوليائهم سو بنقول لو وندور تايكو بقوم دي بنقول در عدي ولا بنقول در ولي أم بين وإذا حلفوا حلفا هم فيه كاذبون حلفوا بالله ولم يبالوا so ɓe gonda gondor taw koɓe fenɓe hen ɓe gondira Allah ɓe gooƴaka firti ɓeeɗo ɓeɓe noddata galle ɓuuri mawnude mabɓe Allah eɗen gandi ɓeeɗo kam ɗo ɓe jottinɗo ɓe ɓe noddata ɓe hefreɓe idan ɓe jottinano ɗo toruji mumen abada non wadde so wiyama ɓe mbi hammed Mouhamad ibne Abdoul Wahab heforɗine juuɗɓe deftere makko kashfu choubahat waɗi juuɗɓe hefreɓe holi ɓen juuɗɓe أتحداك إن قد بوصفتهم بعند وصفرة نوان الجود بوصفتهم يك مشركين بهم قد نامي كيف بعد صفرة دين صفرة جتوين هدي وان الجود أتحداك أنا تيار نما فوف أر دين صفرة جم بين وصفرة دين وان الجود كان كهاريك صفرة صفرة دين بعد وان دين لو وان الجود أبدا يا بين سويا مهي فردين الجود o hafri tan kay ɓen ko hefreɓe kono hefrina e goto gasa ɓen golli mum waɗi mun hefreɓe ono wa fof wona hedde on bangge to gonɗen athaminata ashara masala sappo e jeetaɓo ko woni gasirde masalaji ɗi ko himayatul mustapha rende nela sa sallam rende hima tawhidi woni frontiére tawhid nde otondi naatere saka tawhid o hoore meme watta addubu ma allahi rende niyatanade jomiraɗo kadi o yogay konngude hay so ɗum gona shirku ikhtar almuallifu anna qawlahu la yustagathu bi o suuɓi ɗum ko ɗo min baabi ataaddu bil alfaz ɗo ƴetti ɗum wol boɗo ani taalluqe bi gayrillahi waɗɗade fof ko sisinnade ko wona allah wan yakuna taalluqu linsani wonata cinnugol neɗɗo daiman ko ɓuri duuɓi fof ɗo tawa fof ko billahi koye allah o sinni wahdu kañum tan fa huwa yalamu فهو يعلم الأمة أن لا تنجين لين ينقل أن تلجأ أن يقول يون يتسمو لن يشدير إلى الله في عدى الله وحده كان يمتن إذا وقر في الشدار سنة بنات الشدير ولا تستغيث وتبي باب نور إلا به وحده سنة باب نسوانا كانكو جو مرار سبحانه وتعالى وحنا لا دين حديث وإذا استأنت فاستعن بالله نعم دون واني
wana en timmini damal ngal ɗo heddo damal sappo ina yeeso min ɗo, noon ko jonde wonde so Allah hoddiri kawrangal min ɗo. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، أولئك أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.